بالمناسبة عشان برضو تبقى ده خبر أهم، لأنه الحمد لله والشكر لله مفيش حاجة في الكنيسة زي الفل. الخبر هو أنه تم ضبط 97 عملة معدنية بتعود للعصر الإسلامي، طبعا ما كانش في عملات ورقية وقتها، في مطار الأقصر. واحد واخدها وناوي يفلق، امسك البلد صحية، الأجهزة صحية. أستاذ حمدي همام رئيس إدارة المنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، وتحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. تحياتنا لسيادتك. أنا نفسي طبعا إن احنا نعمل تغليظات في العقوبات تصل إلى حد الإعدام للي يهرب آثار، أمل حياتي يعني حقيقي تخلص الأجازة البرلمانية وهتقدم بتعديل على القانون، والله العظيم ما بهرج. ده جد يعني، دي اللجنة اللي أنا فيها وتشرف ان انا وكيلها، والله ما تعدي كده بقى كفايه يعني. ايه اللي حصل يا فندم؟ في البدايه انا بس احب اوضح الاداره المركزيه يعني للمنافذ والوحدات الاثريه هي بتضم وحدات اثريه يعني من العاملين الاثريين المصريين في جميع المنافذ الجمهوريه الجويه والبريه والبحريه. مهمتهم معاينة ما يعرض عليهم من مصلحة الجمارك والجهات الرسمية في الدولة. وطبعا في تعاون كبير ما بيننا ما بين وزارة السياحة والآثار والجهات الأمنية والجهات الرسمية في الدولة في منع تهريب الآثار والتراث الحضاري المصري خارج البلاد. وبهذا الصدد أحب أتوجه بالشكر للجهات الأمنية بمطار الأقصر الدولي وجميع المنافذ المصرية وكذلك مصلحة الجمارك المصرية. واللي حصل بقى النهاردة ان شرطة امن المواني في مطار الأقصر اثناء انهاء اجراءات احد الركاب المسافرين عبر المطار شكوا او لاحظوا على جهاز الاكس راي وجود يعني بعض الحاجات المعدنية اللي موجودة في امتعة الراكب. بالفحص وجدوا عملات معدنية، تم استدعاء الوحدة الاثرية المتواجدة في المطار 24 ساعة. بالفحص تبين وجود 97 عملة أثرية ترجع للعصر العثماني بفئات مختلفة، فئات منها 1 بارة و5 بارة و10 بارة، ودي فئات كانت مستخدمة في العصر العثماني. أنا معاك يا فندم بسمعك، كمل يا فندم. ده يعني بمختصر اللي حصل النهارده. الراكب ده أجنبي ولا مصري يا فندم؟ أجنبي. اوروبي؟ والله يا استاذ يوسف احنا لا يخصنا جنسيته ايه ولا يخصنا كمان فهم. هو مسافر في النهايه خالص حد بيهرب، بس انا عايز اعرف احنا يعني احنا بنتعامل مع المسافر او مع الراكب كله زي بعضه. حلو. الاجراء اللي بيتخذ هنا انه بيحول الى جهه التحقيق، مش كده يعني؟ بيتم القاء القبض عليه وبيحول الى جهه التحقيق. هل عرفت وجاب الحاجات دي منين يا فندم؟ طبعا الجهات الامنيه بتتولى المهمه دي على طول. احنا انا في تواصل تام مع جميع الجهات الامنيه والرقابيه في البلد، يعني في حين ان احنا بتتم الاجراءات في وقتها الجهات الثانيه بتدور وبتبحث. طبعا بيتبلغ باسمه بجواز سفره بالتحيات وهو قال ايه وبيتحركوا، وطبعا يعني القضايا بتاعتنا دي ممكن بتكشف قضايا تاني طبعا وتكشف حاجات تانيه بره، لانها هتجر بقى الفتله تكر. بالظبط ده هيجيب اللي فوقه وهيجيب اتجابت منين، ويا ترى هل في عصابه بره شغاله على كده وهل في عصابه جوه شغاله على اكتر من كده يعني. بالظبط هنعرف كده. واحنا وفي تعاون يعني زي ما بقول لحضرتك تعاون ما بين جميع الجهات في الدوله بملف الاثار ومنع تهريبه، وده طبعا من منطلق الاهتمام اللي اتحظى بيه الاثار في الفتره الحاليه والفتره اللي فاتت بتوجه طبعا من القياده السياسيه، لان احنا دلوقتي بنشوف اهتمام بافتتاحات الاثار وبالاكتشافات اللي بتتم كل يوم وبمشاريع الترميم اللي بتحصل. فمن باب اولى برضو ان احنا نحافظ على اثارنا ونمنع تهريبها خارج البلاد، يعني احنا بنكتشف وبنحاول نمنعه وبنحاول كمان نسترد اللي هو خرج من مصر بطرق غير شرعيه في يعني الفترات السابقه.
صحيح. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ حمدي همام، رئيس إدارة المنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار.